السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في وصفة جديدة، فيديو جديد إن شاء الله. كنتمنى نلقاكم بأفضل الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. المهم غريبة ديال السميدة والكوك، ما كاينش اللي كيعرفهاش وما كتخطاناش في المناسبات وفي الأعياد ومن غير الأعياد. فندوزو إن شاء الله لطريقة العمل ومكونات بسيطة جدا. بسم الله على بركة الله ونصليو على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كنحتاجو بشر ديال الليمونة أو حامضة، 3 ديال البيضات بدرجة حرارة الغرفة ويكونوا في الحجم الكبار، ساشي ديال الفانيلا، كاس إلى ربع ديال السكر سنيدة لأن أصلا غادي تفند في سكر كلاسي. كنزيدو لاغوم ديال الحامض باش كتعزز النكهة، وكنضربو مزيان هاد البيض هذا مع سكر سنيدة حتى كيتمزج مزيان. ضروري هاد المرحلة هذه لأن باش كتنجح لينا غريبة وكتجينا معلكة ورطبة وفي نفس الوقت يعني فتية. من بعد كنضيفو كاس ديال الزيت اللي دائما عبارة بكاس ديال العنبة، ودائما قبصة ملح لتحسين الذوق او تعديل الذوق. صافي وكيتخلط مزيان داكشي مرة اخرى. نحاولوا ان هذه المرحلة هذه راه ضرورية قلت لكم. من بعد واحد المعلقة كبيرة ديال المربى ديال الحلويات اللي تيكون جاري، ماشي داك اللي تيكون فيه الطريفات، راه معروف ديال الحلوة، وهذاك المربى تيعطيها واحد التليكة جميلة جدا ومذاق رائع. فمن بعد لما كتخلط مزيان كنضيفو الكوك. مهم الكوك ضروري يكون داك الكوك الرقيق المزيان اللي كيطلق الزيت، ما يكونش داك الغليظ، الا كان غليظ احسن نطحنوه. المهم دا 250 غرام ديال الكوك يعني ربعة، زائد ساشي ديال خمارة الحلويات من فئة 8 غرام. وضروري ما كنخدمو هاد الكوك مزيان، ضروري ما نخدمو مزيان بحال اللي كندلكو باش كيتمزج مزيان مع دوك العناصر، ميبقاش يعني ملكك. فكنحاولو اننا نخدمو مزيان، هاد المرحلة هي مهمة مزيان. ما كنديروش السميدة هي الاولى، ضروري الكوك هو الاول باش هكا تيتخدم مزيان. لان الا درنا السميده هي الاولى تنقدروا ما كان، لان السميده كتشرب. فالمهم تخدم مزيان داك الكوك. من بعد ما كيتخدم مزيان كنضيفو السميده. المهم السميده كي القياس ديال السميده كي القياس ديال الكوك، حتى هي 250 غرام، ما يعادل جوج ديال الكيسان عامرين ديال العنبه. كل كاس كيهز 125 غرام. المهم تنضيفو ديك السميده شويه بشويه، ما كنضيفوهاش دقه واحده وحنا كنجمعوا، لان ملي كنضيفوا السميده صافي كنبقاو غير كنجمعوا باطراف الاصابع لان صافي تخدم مزيان داك الكوك. صافي كنضيفوا الماء تبقى، كنحاولوا كنجمعوها يعني غير برؤوس الاصابع. من بعد ما كنجمعوا ديك السميده كنحصلوا على القوام اللي زعما غادي نقدروا نشكلوا به الغريبه. كنخليوها ترتاح شي شويه على ما كنوجدوا لاطات ديال الفران فين غنديروها، وكنجيبوا داك سكر كلاصي باش غادي نفندوها فيه، وكذلك الماء الزهر باش غادي ندعمو يدينا. المهم هاد الغريبه هادي خص ضروري مني تعجن ترتاح واحد شويه على الاقل واحد نصف ساعه، المهم الساعة ولا حتى تولد ساعة، المهم انها ترتاح ضروري انها تفتحوها. المهم كيما شفتو كتجمع مزيان حتى كتجانس ديك السميدة مع الكوك والمكونات. صافي قلت لكم كنخليوها ترتاح اكيد. بعد كنبقاو نشكلوها كويبرات مع الاستعانة بداك الماء ديال الزهر كندهنو به يدينا، والسكر كلاصي ضروري ما يكون سبيسيال، لان الا ما كانش سبيسيال راه ما كيلصقش لينا على الغريبه. المهم سكر كلاصي سبيسيال، وكنستعانو كما كتشوفوا في لا فيديو بالقطرات ديال الماء الزهر. ومني كنساليو التشكيله ديال الكويبرات كنبقاو نعمرو مزيان داك الكوك، يعني كنحاولو اننا نفندوها مزيان في داك عفوا في سكر كلاصي، وكنحطوهم في لاطا ديال الفران. المهم في هاد اللحظه هادي الفران كيخصو يكون مشعول باش كيسخن مزيان، لان خصنا يكون الفران يكون ساخن.
المهم كنسندوهم مزيان بسكر كلاسي. كما كتلاحظوا هاد الحلوة هادي راه ما كتخطى حتى من زلف مغربي، لانها هاد غريبة هادي ما كت يعني هي قديمة وفي نفس الوقت ما كتسالاش، يعني في بالنسبة ضرورية في المناسبات في الاعياد في اي مناسبة كتكون، ومن غير كاع المناسبات كتكون في البيوت دائما. فكنضغطوا لها ديك المعلقه صغيره هكا في الوجه ديالها باش كتشقق لنا مزيان. كندخلوها ضروري ما كنديروا لها الوجه ديالها من الفوق، فيه يعني العافيه كتكون من الوجه باش كيتشقق مزيان. المهم كنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه او ثلث ساعه على ما كتشقق مزيان، عاد كنحلوا ليها الفران، ما كنحلوهش عليها وهي عاد في البدايه باش كتاخذ اللون زوين. ومن بعد كنديروها من التحت باش كتحمر، غير جات فين تحمر يعني ما كتاخذش طياب بزاف. وكما كتلاحظوا من بعد ما خرجت من الفران كتخرج على هذا الشكل، شوفوا ما شاء الله كلها مفكعه ومحمره، يعني كتاخذ لون موحد سواء من الوجه او من التحت. يعني خصها ضروري المراقبه وتكون يعني الفران ما يكونش سخون بزاف على 180 درجه، ونحترموا يعني لا بالنسبه للمقادير ديالها ولا بالنسبه في الطياب ديالها. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، واكيد يعني كلشي كيعرف يصايبها وقلت نبارطاجيها معكم. وبالنسبه هكا ولو ان الانسان يكون اول مره غادي يديرها فراها كتكون ناجحه، غي يعني نحترموا المقادير. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى انكم تدعموني بالاشتراك في القناه وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنساوش لايك للفيديو فقط للتشجيع. وانتم شوفوا ما شاء الله كي كتجي محمره مزيان، وحتى بالنسبه للفتاوى فتيه ومعلكه، انا غادي نوريكم واحد الوحيده. صراحة كتجي زوينة ومعلكة من الداخل، هانتوما شوفو كيفاش دايرة. فكنتمنى ديرو لايك للفيديو وتشجعوني، وبغيت نشكر الناس اللي انضموا للقناة، كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وإلى الملتقى في فيديو جاي إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.